بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة هي كلمة متح مشهورة بين المصريين، بتطلق على الجدع اللي بيساعد ويشيلك ويقف جنبك. كلمة النهاردة هي سيد الرجالة. وأنا الحقيقة لما بقرأ في سير الناس اللي عايشين معاصرين دلوقتي أو سير الناس القدامى، ما بلاقيش حد في الدنيا يطلق عليه سيد الرجالة قد سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. عمرك ما تكون معاه إلا ويشيلك ويساعدك ويقف جنبك كتفه في كتفك صلى الله عليه وآله وسلم. بيحكي القاضي عياض في كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم قصص جميلة جدا. مرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان رايح مع سيدنا أبو هريرة علشان يشتروا سراويل بنطلونات، فوثب البائع علشان يقبل إيد النبي، فالنبي شدها صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا تفعل الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. وأخذ السراويل وشلها، فقال أبو هريرة: أنا أحمل عنك يا رسول الله. قال: لا، صاحب الشيء أولى بحمله، أنا شيل حاجتي اللي اشتريتها. وفي يوم من الأيام كان مسافر صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجي وقت الأكل، فواحد قال: أنا أذبح الشاه، والتاني قال: وأنا أسلخها، والتالت قال: وأنا أشويها. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أجمع الحطب. ياه، أبسط مهنة عشان محدش يتعب ويوطي وإيده تيجي على التراب، أنا اللي هوطي وأشيل الحطب وأنا أجمع الحطب صلى الله عليه وسلم. ولما يكونوا في غزوة كان يسير خلف الجيش يساعد الضعيف، وصاحب الدابة البطيئة يقف جنبه، فإذا بدأت الحرب كان رسول الله أقربنا إلى العدو نحتمي به جميعا عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: سيدنا محمد كانت لما تجيله هدية كان يقول: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، كانت تحب خديجة. سيدة خديجة ماتت من سنين طويلة، لكنه لسه فاكر صحابتها واقف جنبهم وبيصرف عليهم. ودوا الهدية دي لفلانة صاحبة خديجة، وكان لو سمع صوت واحدة من أصحاب السيدة خديجة بعد سنين من موت السيدة خديجة جاية تخبط على الباب، كان يهش لها ويجلسها ويتحدث معها. سيدة عائشة تقول له: أنت لسه فاكرهم؟ يقول: إن حسن العهد من الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم، فاكر صديقات زوجته، قمة المودة والرجولة صلى الله عليه وسلم. حتى كان يساعد بنته السيدة زينب في تربية بناتها، كان يشيل أحفاده وياخد باله منهم، لدرجة أن كان الأذان يأذن فالصحابة يقولوا: كنا نشوف النبي داخل للصلاة وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، بيصلي والطفلة الرضيعة على كتفه صلى الله عليه وسلم عشان يساعد بنته زينب في تربية بنتها اللي هي حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام وفد جه من عند النجاشي، النجاشي ملك حبشي، آوى الصحابة وخد باله منهم في هجرة الحبشة، فقام النبي يخدمهم بإيديه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، نحن نكفيك، استريح أنت. فقال: لا، كانوا مكرمين لأصحابي وأنا أحب أن أكافئهم، محدش هيتعب عليهم ويخدمهم إلا أنا سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسيب حد أبدا من الصحابة يمشي وهو راكب عليه الصلاة والسلام، فيردفه يعني يركبه وراه على الحصان أو على البغل أو على الناقة. لدرجة أن 45 واحد من الصحابة ليهم 45 قصة، كل واحد يقول: مرة كنت راكب خلف النبي. 45 واحد مختلفين، ما يسيبش حد أبدا يمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم. لكن الغريب كلمة السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع الخادم ويعجن معه ويحمل بضاعته من السوق. كان يأكل مع الخادم، ولو في عجين هنعمل عيش يعجن بإيدي الشريفة عشان يساعد الخادم، ولو رايح السوق مع الخادم يرجع النبي هو اللي شايل صلى الله عليه وسلم. سيد الرجال فعلا في كتفك يساعدك ومعاك إيده تعين عليه الصلاة والسلام. وأغرب قصة أشعرت لما سمعتها لما السيدة عائشة كانت تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فارغا في بيته، عمري ما شفته قاعد فاضي، إما يخيط نعلا لمسكين أو يحيك ثوبا لأرملة، يا إما قاعد بيصنع جزمة أو شبشب لواحد غلبان حافي، يخيط نعلا لمسكين أو يحيك ثوبا لأرملة. ست أرملة فقدت جوزها، لبسها متقطع، ياخد الثوب ويخيطه ليها. يا نهار أبيض على حنيتك ورجلتك ومساعدتك وعونك يا سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي وإحساسي، ولا جلست بين الناس أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا شربت الماء يوما على ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاسي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يهدينا ويعنا وياخد بإيدينا ويبارك لنا، ونتقابل المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.